السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم عبد الله سمارت ومن امام كاميرا تليفونه معايا كابتن احمد ابو النجا البحر، وهنبتدي رحلتنا من هنا قدام حديقه الميرلان مصر الجديده. ده الراجل والله العظيم انا بحب اروح معاك جدا. ايه مدينتي بينها وبين المكان اللي هنروحه قد ايه يعني؟ ما بدري يا كابتن اكرم، الناس بتوع اسكندريه لسه واصلين حالا. ايوه وقت تنسوها هناك. ايه حبيبي يا سلام. الحمد لله. انا سلسله رايحين الاسماعيليه، وعندنا بكره ان شاء الله عايز اقول حدث ضخم بجد يعني جوه الاسماعيليه. الله اكبر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وطبعا هنا وصلنا بتاع البليله. يا بحر قول لنا بتاع البليله ده فين مكانه بالظبط؟ تحت كوبري هايبر، كوبري الاولاني اللي بيودي على هايبر 1. المفروض اللي جاي له ما يطلعش الكوبري، ينزل من تحت من جنب الكوبري يمين ويمشي في حيزه الكوبري. بيعمل بليله يا جماعه يعني ملهاش حل. السلام عليكم يا عم بتاع البليله، ايه الاخبار؟ عايزين طبق حلو كده. صباح الفل. انا همت شويه هنا في البنزيمه، كلهم سابوني ومشوا، مش غير الجماعه دول هم اللي قاعدين مستنيين لحد ما صحيت من النوم. كابتن اكرم وكابتن عمر. والساعه دلوقتي 1:30. نبتدي نتجه اسماعيليه. فاضل كام كيلو يا كابتن اكرم؟ 45 كيلو. يا نهار اسود. السلام عليكم. يا كوتش ده عطل فني، ده هنطلع العطل ونتحرك ان شاء الله. هنا وصلنا اسماعيليه. عالزراعية انا رحت اقابل حبيبي. يا جماعه وانا ماشي هنا في اسماعيليه لقيت الحاج بيقطع الكرنب طازه ويبيعه للعربيات، يعني اي عربيه تقف الحاج يروح قاطع له الكرنب اللي ينقيها. صح يا حاج؟ وب 15 جنيه وبخضرها. ايوه والخضار زي ما انتم شايفين اهو. صور الخضار والخضره وبقطع على طول، اي حد يقول له دي على طول حاضر. ايوه يقطع على طول على طول، ما فيش. ولو واحد فقير ومعاه 10 جنيه بيديله كرنب، ما بيزعلوش. مش هيزعل. والخضره برضه. والخضره لسه واصل حالا يا جماعه مدينه الشيخ زايد في مكتبه مصر العامه قدام داني الشيخ زايد. تمام. الساعه دلوقتي 4 تقريبا. انا اخر حد وصل، يعني كنت ماشي براحتي كده وبتدلع في الطريق، واخيرا خلاص وصلنا الحمد لله. القائد بيسكن الناس عنابر الكحه. صباح الفل يا عبد الله باشا كعب الغزال يا حبيبي. بجد يوم من الايام ممتعه على الطريق. انا استمخيت ماشي براحتي ومزاجي عالي والجو روعه. في حاجات حلوه. فين؟ لا خلص. طب احنا مع بعض. القائد دلوقتي يا جماعه بيستلم الوجبات من المحل اللي طالبين منه. الوجبه عباره عن ايه يا قائد؟ نص فرخه، ثلاث صوابع كفته، رز بسمتي، وسلطه خضراء. جبنه طحينه ولا لا؟ اهم حاجه الطحينه. معلقة؟ لا
دي سرينا اهي تمام. في اربع ترغيف امك حلو قوي. مش باشا مش شغالين يا عم النهارده. هلف يا عم مش شغالين والله. مش شغالين يا عم مش شغالين النبع حاجه يعني. احنا واقفين بقى لنا ساعه في الطابور حاجه. واقفين بقى لنا ساعه. ايه كويس سوا ايه ده 20 جنيه وطلعوا كل وجبه. لا كويس خلاص يا جماعه مش شغالين النهارده. مش شغالين. طب الكريم مش شغالين يا جدعان. كريمنا شويه حاجه. لا عليك يا صدر بكام يا عم؟ 20 جنيه صدر. عايز صدر محمد. اقفوا لي طابور بقى لو سمحتوا كده. بالله عليك يلا ورا الاول يا طارق. بدع على العيال والله. خلاص مفيش شطبنا شطبنا مش ناقصه بقى اهو اهو. افتحوا افتحوا يا جدعان. افتحوا المكان ده. لا يا عم خلاص الاكل يلا يا اولاد انا كابتن احمد العمليه تسليم الوجبات جاب لنا جواب وكفته. ايوه والتسليم على طبعا طبعا عمليه تسليم الوجبات للمرشحين عشان بينتهوا القائد. تمام. بتم على اجمل وجبه. وزعنا الكراتين والحمد لله. كله الحمد لله. كل الناس خدت. كل الناس خدت وبزياده وجمع. نشوف دلوقتي بقى الناس وهو كل واحد بيلتهم الوجبه بتاعته. طحينه. ايوه حط فرق كده. ايوه اوبا شوف بصوا بقى الحته دي اسمار. الحته دي بتاعت واحد اسمار بتعمل غزال بيعمل كده والله. يعني انا النهارده يا عيني يا جمال. الف انا رجاله. ياك يا ده الاكل. انا دخلت الغرفه اللي هناك دي شميت ريحه حلوه قوي. ما نفسي الفتحه يا رب تعجبك والله العظيم. انت نفسي الفتحه الله يخليك يا فندم. انا جاي التهم. طيب يا جماعه احنا دلوقتي انا خرجت من احنا في نزل شباب القاهره. نزل شباب الشيخ زايد. نزل شباب الشيخ زايد. خرجت من نزل شباب. دخلت شمال. خرجت ليه عشان على ميدان فوكس عشان تعمل الدوره ليه؟ لا ثواني بس يا كار. تمام. دخلت على ميدان فوكس. ببص فيه كده لقيت محل في وشي اسمه بونبون. المحل ده بتاع حلويات يا جماعه. اي حد يجي اسماعيليه ويجي عند الشيخ زايد لازم يجيب حلويات من المحل ده. تمام. اسمه بونبون في ميدان فوكس. وادي رقم التليفون اهو في الشيخ زايد عشان حاجه عندهم اسماعيليه. عشان حاجه عندهم حلوه قوي وسعرها كويس. جبنا من عندهم بقى طبق بسبوسه بالبندق. الله. جبنا من عندهم ملفيه شوكولاته. وجبنا من عندهم بقى قال لي دي اختراع مش هتدوقه في اي حته غير عندنا. الله. افتح كده معايا كده عشان اوري الناس. احنا للبيت واحنا مروحين بقى. لا ده لازم افتح كده كده عشان اوري الناس. بصوا يا جماعه انا الاعلان بعمله للناس دول علشان حاجه بتاعتهم حلوه. تمام. البتاعه دي بقى بيقول لي بتاع دي اختراع. بيقول لي احنا بنعملها بطريقه حلوه قوي. وادي اوريكم في شوكولاته. تمام. والمحل شيك جدا والشغل يعني التست بتاعهم عالي جدا يعني.